حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، ما أن وصلت الموازنة إلى ذروتها وبلغت مراحل متقدمة من خلال حسم أغلب المواد الخلافية وإجراء التعديلات الاستحقاقية حتى تم تحديد موعد للتصويت عليها من داخل البيت التشريعي، إلا أن الخلافات الكردستانية واعتراض الحزب الديمقراطي الشديد حال دون تمريرها، والمراقبون يعدون هذه الخطوة عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة. فالمشهد السياسي يمر بحالة من الإرباك والغموض بشأن قانون الموازنة، لكن هناك من يأمل أن تمرر خلال المدة القليلة المقبلة بعد حل الإشكالات الخلافية. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، ولبسط الأمن في المناطق ذات الاهتمام الأمنية المشترك، تواصل العمليات المشتركة قطف ثمار ضرباتها النوعية في عملية سيوف الحق لملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية. ومنذ ساعة صفرها قبل يومين حققت هذه الممارسات الأمنية نتائج إيجابية قهرت فيها فلول داعش الإرهابية، سواء الملموسة منها أو ما يترتب عليها من آثار مستقبلية في التنسيق بين المحاور المشتركة، وصولا إلى رؤية مشتركة في إدارة هذه المناطق المتداخلة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. الخلافات تتجدد مرة أخرى على طاولة تمرير الموازنة بعد مرحلة الهدوء الذي كان فيه المشهد السياسي، لتعود إلى الواجهة وتقف مانعا لتمرير هذه الموازنة. فاعتراض الحزب الديمقراطي يراه المراقبون عائقا ما لم تأتي الاتفاقات السياسية لتزيل تلك الإشكالات. والمزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. لا يزال قانون الموازنة العامة يراوح مكانه على الرغم من مضي 5 أشهر على بدء العام المالي للبلد، إلا أن هذا المشروع يتأرجح بين تقلبات سياسية واستحقاق المكونات، فما إن تم الإعلان عن جلسة التصويت عليه حتى يصطدم بخلافات ترجئ الجلسة إلى شعار آخر، والمواطن ينتظر بين إعلان إقرارها واستحقاقاته الكافية. أن موضوع الموازنة موضوع خطير جداً، يتوقف عليه العديد من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية وغيرها، كما أن فرص العمل وانتظار بعض العاطلين على العمل لنتائج المصادقة على الموازنة لتأتي بنتائج إيجابية. اليوم على جميع الكتل السياسية أن تكون لديهم رؤية استراتيجية حول وضع عالية وإقرار الموازنة. أتمنى من جميع الكتل السياسية أن تكون لديهم رؤية لخدمة مصلحة المواطنة. فالحزب الديمقراطي الكردستاني يعترض طريق الموازنة مجددا بعد قرار تسليم الإيرادات النفطية في حساب مصرفي يفتح في البنك المركزي العراقي، ليدخل البلد مرحلة جديدة من التوتر بين أقطاب العملية السياسية وأزمات إضافية نأت الساحة السياسية عنها منذ مدة. أنا أعتقد الجانب الكردي يعول كثيرا على الاتفاقات السياسية، لكن الاتفاقات السياسية إذا تقاطعت مع الأطر الدستورية أنا أعتقد هذا سوف تكون إشكالية كبيرة جدا تحسب على الحكومة وعلى اللجنة المالية وحتى ائتلاف إدارة الدولة. أنا أعتقد هنالك اجتماعات متواصلة من قبل الإطار مع الأخوة في إقليم كردستان من أجل إيجاد الحلول الوسطية التي ممكن أن تعجل في الانتهاء من إقرار الموازنة. فجدل الخلافات ما زال يتصدر موقف التصويت للموازنة ومصيرها المجهول الذي يسهم بإرباك المشهد السياسي، ومخاوف بين التعطيل والتمرير بعد حسم التعديلات الاستحقاقية. فلعل أشواط المراوحة تضع التعقيدات والعراقيل ما لم تطلق الاتفاقات السياسية صافرة إنهائها. نهى الشمري، الأيام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، النائب المستقل السيد كاظم الطوقي، أهلا بكم سيادة النائب، وكذلك الترحيب بعضو اللجنة المالية النيابية سيادة النائب معين الكاظمي، ينضمنا بالصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم سيادة النائب. أبدأ معك يا سيد كاظم، أين وصلت الخلافات التي تتجدد دائما حول قضايا الموازنة والتي سرعان ما
تجدد هذه المرة بعد أن استبشرنا خيرا بوصولها إلى النهاية. تحية لك أستاذ بشار وضيفك الكريم أستاذ معين أستاذنا وإلى مشاهديكم الكرام. حقيقة هي إحنا تعودنا عليها كل موازنة كان بالأيام الأخيرة يكون بها اختلاف، ولكن هاي الموازنة اختلاف يختلف بصراحة عن سابقته. الاختلاف هو شنو؟ كانت الموازنة تمرر بشكل سياسي بحت كامل. الآن وهذا شيء يحسب للجنة المالية وقفت وقفة جادة بصراحة. أولا أخذت الوقت هذا الكافي، مو اعتباط، أخذتها للتدقيق والتمحيص ومناقشة كل وزراء حتى أنه نشوف هاي الأموال ممكن تصرف، لأن تعرف موازنة ضخمة جدا. والخلاف اللي يتحدد أنه هذا الاتفاق اللي مادة 13 و14 أعتقد الأستاذ معيني هو رجل باللجنة المالية ما يخص قضية الإقليم، هو هذا كان اتفاق بين الحكومة والمركز، يعني ورقي شفوي، يعني ورقة بين الحكومة والمركز، لكن من يجي للموازنة لازم يكون بنود. أصرت اللجنة المالية وهذا شيء يحسب إلها أنه هاي البنود تتحول إلى بنود بالموازنة، وإذا قررت بنود الموازنة هذا راح تكون ملزمة على الجهات التنفيذية حسب مصادقة مجلس النواب والتصويت عليها، وهذا شيء يتبعه أنه إذا ما كان تنفيذها حسب المادة راح ممكن المحكمة تطعن في هذا الموضوع، مثل ما طعنت بالمادة الخاصة بالأمن الغذائي اللي رفضت أنه تسليم مبالغ الموظفين من قبل الموازنة باعتبار كانت مادة موجودة أنه تصرف من إيرادات الإقليم. هم المساحة يعني من حقهم يطالبون بحقهم الأخوة الكرد يعني بالميزانية، ولكن هم أرادوا أن تضع لهم مساحة في أنه تكون مفتوحة المساحة بالمواد حتى ممكن ينفذ أو ممكن ما ينفذ بالمواد المواد الخاصة بقضايا الرقابة ورقابة الديوان الرقابة المالية. نعم بما يخصهم، بما يخص تسليم النفط السومو، بما يخص المبلغ وين يودع على حساب النفط وفلوسه. نعم. ليش دي تحسسون الديمقراطي الكردستاني من قضايا الرقابة أو رقابة الديوان الرقابة المالية وغيرها؟ طبعا هذا هو معروف لدى الجميع، يعني السنوات السابقة تعرف أكو مادة جدا يعني لأول مرة في الموازنة اللجنة المالية أكدت على أنه توضع أنه يصير حساب من 2004-2000 وهذا يعني أثارته زين. أنا مو من المعقول يعني الإيرادات النفطية كلها من عندي، ترى الموازنة 95% هي نفطية زين، النفطية منين؟ من نفط البصرة والمناطق الجنوبية. أنت عندك 400 لحد الآن هي واقفة، أنا ما قبل أنت تأخذها وتبيعها، والآن متوقف بسبب ما تعرض 400,000 برميل متفقين عليها المركز وإقليم كردستان، متفقين من حيث القانون الجديد أنه ترجع للحكومة المركزية بس هذا لازم شنو يدخل ضمن بنود الموازنة. أنا متفق وياك شفوي وبعدين أنا ما سيطر عليك، لا أضمنها ضمن الموازنة حتى باكر تكون ملزم بأن استحقاقاتك تصير على أساس التزامك وياي. استحقاق نسبتك اللي هي 12.5% من موازنتي حتى أعطيك إياها لازم تلتزم وياي بالاستحقاقات اللي عليك. طيب أكو اتفاق صار بين اللجنة المالية وقبل مع الحكومة المركزية وأحزاب إقليم كردستان، شنو اللي اختلف حتى هسه الحزب الديمقراطي يتراجع ويهدد بمقاطعة الجلسة؟ أهم التعديلات تحديدا شنو هي؟ أهم الاتفاقات اللي كانت بين حكومة المركز والإقليم، وهذا شيء احنا خاصة كلجنة نفط وغاز لقائنا مع السيد رئيس الوزراء وطلبنا من عنده شنو الاتفاقات اللي صارت بهذا الموضوع، تعرف هذا الموضوع يخصنا، ووزير النفط كذلك انه الإقليم يسلم ما لا يقل عن 400 مو 400 ما لا يقل عن 400 وعلى ان المبالغ تسلم الى سهم النفط وسوما هي اللي تبيع وهي اللي تحدد الشركات وبالاسعار العالميه اللي تحددها حسب سومو على انه تودع هذا المبالغ في مصارف. هذا كان الاتفاق اللي تم عليه. طبعا هو اتفاق شنو؟ اتفاق اجبر عليه بسبب قرار المحكمه الدوليه، لكن من اجت اللجنه الماليه ان تضمن في بنود حاكمه حتى ما يمكن جهه من الجهات تخل بهذا الموضوع. صار هذا الخلاف قلت لك لان حكومة الإقليم تريدها مفتوحة حتى ممكن ما تطبق هذا تنفيذ الفقرة. أنا مو من المعقول يعني أنا إيراداتي حتى الغير نفطية، الإيرادات غير نفطية ترى جباية من المواطنين، يعني أنا جاي أخذ من المواطن ضرائب وأسلمك من الموازنة زين، أنا هم لازم أسيطر على الضرائب الخاصة بك.
سواء بالمنافذ او الايرادات الاخرى من باقي الامور. لازم امكن ديوان الرقابه الماليه مثل ما يتمكن من الدوائر هنا، وزارات لازم هم يتمكن من عندك. ارجع لك لهي التفاصيل المهمه، لكن ايضا نجدد الترحيب بسياده النائب معين الكاظمي، اهلا بك مره اخرى. وودنا اسالك عن دعوه رئيس اللجنه الماليه رئاسه البرلمان الى تحديد جلسه تصويت على الموازنه خلال الاسبوع الجاري، تعتقد انه اكو امكانيه عند البرلمان ان يؤمن النصاب لهذه الجلسه سياده النائب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم زميلي أستاذ كاظم والمشاهدين الأعزاء. طبعا ليس فقط المهم هو تهيئة النصاب، وإنما يكون هناك تفاهم ووصول إلى قناعات مشتركة لتمرير الموازنة. جرى حوار قبل يومين بين ممثل عن الإطار التنسيقي وعن ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حول آلية تصدير النفط، وتم الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين بأن يلتزم إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان، بتصدير 400,000 برميل، ما لا يقل عن 400,000 برميل نفط يوميا، ويباع هذه الكميات بواسطة سومو، وتوقع سومو العقود مع الشركات الأجنبية، وإيرادات هذه الكميات المصدرة تودع في حساب معتمد لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بالصرف من هذا الحساب بضمن محددات الموازنة. وفي حال تعذر تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان لأي سبب كان، تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم هذه الكمية 400,000 إلى الاستهلاك الداخلي المحلي، إلى المصافي في الداخل، وهذا شيء مهم وأساسي، إضافة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية ودور الحكومة الاتحادية في الإشراف على الحركة المالية وغيرها. هذا شيء تم التوصل إليه، يمكن أن يكون مورد اتفاق بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني. طيب هذا كان مقترح أعتقد من الإطار التنسيقي الشيعي، المادة 14 كذلك ممكن معالجتها خلال الأيام القادمة. طيب. ولا أتوقع أن يمكن عقد الجلسة خلال أيام متبقية من هذا الأسبوع. طيب سيادة النائب، هذا كان مقترح من الإطار الشيعي التنسيقي لحل هذه الأزمة، لكن الديمقراطي أكو استجابة من عندهم لهذه المقترحات مثل معالجة الفقرات 13 و14 الخاصة بإقليم كردستان، تسليم الأخير النفط إلى 400,000 برميل إلى شركة سومو، بيع الإقليم مثلا النفط بالتنسيق مع شركة سومو وغيرها، أكو استجابة من الديمقراطي؟ هذا نعم. نعم، من خلال الحوار الذي جرى أول أمس تم التوصل والاتفاق على هذا السياق. هذا السياق هو الذي اتفق عليه، وهو ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية وقرار لجنة التحكيم في باريس، وينسجم كذلك مع الدستور المادة 112 أن ثروة النفط والغاز هي ملك الشعب العراقي جميعا ولا يمكن تجزئة هذه، وقضية تصدير النفط هو مهمة الحكومة الاتحادية، وبذلك يكون الإقليم في حالة تطبيقه لهذه المقررات هو سيكون مستحقا لأكثر مما يصدر من النفط. يعني احنا لو نحسب ال 400,000 برميل نفط يصدر ل 365 يوم بسعر 70 دولار، ويستقطع منه تكاليف التصدير والاستخراج، الباقي هو فعلا 9 تريليون و400 مليار دينار، بينما استحقاق إقليم كردستان يصل إلى 20 تريليون. فالحكومة تكون ملزمة
بتسديد المبلغ 20 تريليون. فبينما الآن تصدير نفط متوقف منذ أكثر من شهرين، وهذا يؤدي إلى ضرر على الموازنة بشكل عام. ويمكن في حالة تعذر استمرار تعذر تصدير النفط أن يتم التعويض بالتصدير من الموانئ الجنوبية، ويستفاد من 400,000 برميل نفط للمصافي الداخلية، مما يعزز القناعة بأن إقليم كردستان شريك حقيقي في إدارة أمور الدولة وتزيد ما تحتاجه المصافي في صلاح الدين، في كركوك، في مناطق أخرى، ويعزز الوحدة الوطنية، ويستلم إقليم كردستان استحقاقاته. طبعا كذلك مطلوب تسليم الإيرادات غير النفطية، وقد وافق الإقليم على ذلك، ويتقدر بأربعة تريليون، وهذا لأول مرة يخطو الإقليم بموافقة بهذا الخصوص. أعود لك سيادة النائب كاظم، يعني ذكرت أنه هذه الموازنة أو هذا القانون الموازنة مميز عن الموازنات السابقة بأنه استحقاقات البلد، استحقاقات الشعب العراقي هي التي كانت أقوى من قضية التوافقات السياسية وغيرها، التي كانت تضغى على أغلب موازنات العراق، لكن حتى الآن لم تقر الموازنة. يمكن أكو مقترحات بها استجابة من بعض الأطراف المعترضة، تعتقد أخيرا سيتم التصويت على الموازنة بالتوافق السياسي؟ شوف، احنا يعني دائما الموازنة تصير بها تجاذبات، يصير بها تنافس سياسي، تأخذ مأخذ مو طبيعي بصراحة، ويصير إشكالات ويصير انسحابات ويصير كذا. احنا اليوم أكو هدوء سياسي بالبلد. هذا الهدوء السياسي من مصلحة من؟ مصلحة أنه الجهة التنفيذية تشتغل بشكل طبيعي، وحتى يسهل لها ويصير دعم لها، ولازم يدعم الحكومة. مجلس النواب حتى ممكن يمرر القرارات، لأن يصير توافق بين الجميع لتمرير القرارات المهمة، هذا هدوء سياسي. لكن ليس على حساب شنو؟ على مصلحة البلد بصراحة. مثل ما تفضل أستاذنا أستاذ معين، قال إحنا ما نريد نمرر على أساس لو الأذرع وبالنصاب وكذا، نريد بالتفاهمات. ولكن هاي التفاهمات لازم شو تكون؟ تكون وفق عداله بالتوزيع، يعني عداله توزيع حقوق الشعب. احنا اليوم من نتكلم على تصدير النفط 400، تكلم الاستاذ معين، احنا طاقه العراق ما تستوعب ال 400 تصدير، فقط 70 والباقي يروح المصافي، ولا مصافينا تستوعب بقيه الكميه مال 400، يعني تخليها بالمستودعات. هذه مبالغ يعني خساره للبلد، ما ممكن تعويض ميناء جيهان والتصدير. زين، احنا بهاي الفتره اللي متوقف بها راح تحسب مبالغ، والمبالغ تخسر من الحكومه العراقيه، ولكن الاقليم شنو؟ ياخذ استحقاقاته كامله. يعني انت من تعطي تريد تاخذ استحقاقات؟ هو من حقه ياخذ استحقاقاته كامله. نعم، لكن ممكن تكون على حساب محافظات الوسط والجنوب. نعم، هو ليش اقول لك؟ يعني انت النفط مالتك ما جاي يصدر، ما جاي يصدر، انا اللي المفترض اخذ من عنده حتى ممكن اعطيك واعطي البقيه، لكن انا جاي اعطيك تريد استحقاقك كامل. وهذا السبب شنو السبب؟ سبب عدم الاتفاقات السابقه. بصراحه هي كل الامور هي تراكمات للحكومات السابقه اللي وصلتنا لها النتيجه، ولكن احنا نقول الان ضيقت المشاكل، صارت اقل. كانت الموازنه تقريبا بالاغلب من كل الجهات من كل طرف تصل على مشاكل، اما مشاكلنا الان حصلت في مادتين او مشاكل ممكن حلها بالتفاهم بين الحكومه والاقليم، اكو توافق بين الحكومه، خصوصا حكومه تنفيذيه كرئيس الوزراء وحكومه الاقليم، ان شاء الله هاي الامور تحل فيه، واحنا نتامل ان شاء الله. يعني اكو خبر ممكن استاذ معين هو باللجنه الماليه، اكو خبر يجوز احتماليه انه مرورها الاربعه اذا صار توافق بهذين اليومين او الليلتين. اعود لك سيد معين، والمقترحات اللي قدمها الاطار التنسيقي الشيعي، اذا كانت فعلا هناك استجابه من الديمقراطي الكردستاني لهذه المقترحات، ممكن ان تمرر الموازنه خلال الاسبوع الحالي او الاسبوع المقبل فعلا؟ ممكن ان تمرر خلال الاسبوع المقبل وليس الحالي،
بعد حل أمور أخرى في المادة 14 كذلك فيها نقاط خلافية، يمكن أن نصل إلى حلول وسط كما تم التوصل في المادة 13 بخصوص آلية تصدير النفط من إقليم كردستان، وهذا الموضوع قابل للحوار والنقاش بشكل مسؤول من قبل الطرفين للوصول إلى حلول مشتركة وللشروع بمرحلة جديدة تتناسب مع المصلحة العليا، مع الدستور، مع مقررات قرارات المحكمة الاتحادية، وكذلك مع مقررات لجنة التحكيم في باريس، حيث افترضت واشترطت أن تصدير النفط من العراق يجب أن يكون تحت نظر الحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس حتى غرمت تركيا أكثر من مليار دولار لنقضها لهذا السياق وهذا الاتفاق. فنأمل أن يكون العقلاء هم من يتحاورون ليصلوا إلى حلول منصفة ولا يكون فيها تنازل على حساب مصالح الآخرين. اليوم البصرة تصدر النفط والعراق كله يستفيد من هذه من تصدير النفط لأكثر من 3 مليون برميل نفط. طيب، خلال ساعات أو خلال ساعة يمكن أكو اجتماع مرتقب لإدارة الدولة، ممكن هذا الاجتماع أن يحسم هذه الخلافات حول بنود الموازنة مع الأكراد؟ أعتقد أكو رغبة لدى أكثرية أعضاء ائتلاف إدارة الدولة بمعالجة الموقف والوصول إلى حلول منصفة، مع قناعة لدى أغلبية الإطار التنسيقي أن يكون احترام لقرار المحكمة الاتحادية وللجنة تحكيم باريس بخصوص آلية تصدير النفط ويكون تحت نظر الحكومة الاتحادية وبتوقيع وبإمضاء وعقود مقبولة من شركة سومو، وإرادة النفط تودع في حساب معتمد لدى البنك المركزي العراقي ويخضع إلى تدقيق ورقابة الحكومة العراقية، ويخول رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بالصرف من هذا الحساب، وبذلك يكون الإقليم يستحق استحقاقه من الموازنة، حيث لا يوجد هناك خلاف على نسبة 12.67% من استحقاق الإقليم من موازنة 2023، خصوصا أن الإقليم أقر بتسليم 4 تريليون دينار عراقي إيرادات غير نفطية من المنافذ الحدودية وغيرها، وهذا تعتبر خطوة جيدة إلى الأمام يجب أن تنفذ، علما أن هذه 4 تريليون حسب الدستور حسب القانون الإدارة المالية 50% تذهب إلى المحافظات المحاذية لهذه المنافذ الحدودية. هذا اتفاق يمكن اكو شبه اجماع ما بين مختلف الاطراف السياسيه، لكن اكو اعتراض كردي شديد على الماده 13 والماده 14 من قانون الموازنه، خصوصا قضيه الرقابه. يعني الكردستاني الديمقراطي الكردستاني سيد معين ليش متحسس من قضيه رقابه ديوان الرقابه الماليه على قضيه تصدير وبيع النفط؟ طبعا هناك يعني تصور من تجارب السنوات السابقة أن الإقليم لا يلتزم بما يتفق عليه، لذلك الأخوة في اللجنة المالية شددوا على هذا الموضوع أن يكون هناك، وهذا شيء طبيعي، هذه أموال يجب أن تدخل في
حساب خزينة الدولة ولو دفتريا، فلا بد أن يكون هناك تدقيق على هذه الإيرادات حتى على إدارة المنافذ الحدودية. في الدستور تعتبر المنافذ الحدودية هي شأن اتحادي تشرف عليه الحكومة الاتحادية، ولكن طيلة الفترة السابقة بقيت منافذ حدودية رسمية وغير رسمية، بعضها غير معترف به، يصدر منها، يدخل مواد واستيرادات وغير خاضعة للتعرفة الجمركية في المنافذ الأخرى، ما يؤدي إلى دخول أغلب الاستيراد القادم للعراق من إبراهيم الخليل ومن باشماغ ومنافذ أخرى رسمية وغير رسمية، تؤثر على المنافذ الأخرى وتؤثر حتى على مستقبل الصناعة الوطنية إذا أردنا أن ننهض بالاقتصاد العراقي في مجال الزراعة والصناعة. ستبقى هذه المنافذ هي معرقلة لتنفيذ البرنامج الحكومي في مجال دعم القطاع الخاص والانطلاق به بدلا من هذا الاستيراد المفتوح. طيب سيد كاظم، أنتم أيضا نواب محافظات الوسط والجنوب أيضا أخرتم الموازنة وكان عندكم الكثير من الاعتراضات، تم إرضاءكم أخيرا؟ ما كنت تدخل أثر على الموازنة من محافظات الوسط والجنوب. اللجنة المالية أخذت وقتها، مجرد كانت أسئلة تطرح بأنه كل الموارد هي من الجنوب سواء النفطية وغير النفطية بصراحة يعني، ولكن استحقاقات انه الجنوب كل ما لها، مو جنوب، احنا ايش عندنا بالموازنه منفذ المحافظاتنا هو تنميه الاقاليم اللي هو مقدر بالموازنه جنب الحكومه 2.5، مو هذا مو تشترك به كل المحافظات بما فيها حكومه الاقليم، رغم الحاجه الكبيره. نعم، رغم الحاجه اللي من نسبه فقر موجوده بها. نعم، وهاي تنميه الاقاليم اللي 2.5 هي، نعم، بها بند وياها على ان تكون 80% من المبلغ يصرف للسنوات السابقه، يعني ايش بقى لك 20%؟ انا احكي لك محافظه ذي قارئ لها 250 من ال 2.5، 80% تصرف للسنوات السابقه، يعني ما 50 مليار المحافظه، بينما الاقليم ياخذ 24 مليار، شلون هذا يصير؟ شلون التلامس؟ المحافظات الجنوبيه للاسف يعني احنا الاخوه الكرد شو يقول لك؟ دائما يحافظون على مصطلح الحكومة الاتحادية حتى يحققون شنو؟ حكومة الإقليم، ولكن بالتنفيذ شنو الآن الحكومة الاتحادية؟ قال لازم أنا سيطرة على الثروات الطبيعية، قال سيطرة على المنافذ الحدودية، سيطرة على الضرائب، سيطرة على كل المنافذ مالتي، زين ليش أنا هاي السيطرة تفرض بس على الجنوب؟ فمن حق أنا بالجنوب أطالب باستحقاقي، بس أنا ما وقفت الموازنة، لا بالعكس أنا أطلب زيادتها، أطلب استحقاقي. وان شاء الله احنا نتمل باللجنه الماليه، اعتقد عندها في نظرها انه تزيد مبلغ تنميه الاقاليم الى 5 او اكثر. طيب يعني افهم من كلامك انه حتى الان محافظات الوسط والجنوب نوابها ومحافظيها غير راضين عما خصص في هذه الموازنه. نعم، هي الموازنه، شوف انت من تجي هسه عندها قروض موجوده بالموازنه، يعرف استاذ اكرم، هاي القروض شبيها استهدفت مشاريع كبرى في المحافظات. اكو محافظات تاخذ ويانا بتنمية تقاليم. نعم. وتاخذ صناديق وتاخذ مشاريع كبرى من الوزارات، احنا هاي اليوم الموازنه موازنه وزارات، لكل المبالغ ذاهبه للوزارات. اكو مناقلات صارت الوزاره وين؟ اللجنه الماليه مو قامت بمناقلات، ما كانت مرضيه؟ منو اللي قامت؟ اللجنه الماليه وصارت مناقلات؟ نعم نعم، احنا ننتظر من اللجنه الماليه اخذت مناقلات والمناقلات ذات فائده عامه. وضافت بنود جديده ما مضافه ترى بها انه هي بها فائده ما ذكرت الحكومه، بها مشاريع، بها استقطاب ايدي عامله. بصراحه اليوم مشكلتنا مو فقط الموازنه، مشكلتنا ما بعد الموازنه الجيوش اللي بالشارع من الخريج ومن العاطلين، هاي راد لها استقطاب، شلون استقطبها؟ يعني انا صح اكو موازنه 133 مليار هي رواتب الموظفين، وانا الموظف اللي قاعد بالشارع شنو انا شلون احله؟ فاللجنه الماليه حقيقة هاي الفترة اللي أخذتها فترة دراسة للموازنة، أخذت كل الجوانب حقيقة، إحنا قريبين عليهم على زملائنا أخواننا نسمع من عندهم، والوقت كانوا يستحقونه إنه ناقشوا كل وزارة
أين المبالغ تروح وشن المشاريع وشن الجدوى من عندها وشن الفائدة من عندها. أنت يا وزارة استلمت مبالغ ب 22 مال المغذاء لحد الآن أنت ما منفذها. أنتم يا المحافظين عندكم محافظ محافظ وين إيش قد نسبة إنجاز قد كذا. فأعتقد كانت خلينا نقول المشوار أو الماراثون اللي أخذتها اللجنة المالية وإن شاء الله تطلع الموازنة إلى بر الأمان حتى تصبح نافذة وحتى الحكومة ممكن تحقق برنامجها من خلال الأموال. لا يمكن تنفيذ برنامج حكومة بدون أموال بالشارع. اليوم إحنا شارعنا السوق بجمود بسبب ما جاء من دولار ورفع سعر الدولار، واليوم ترى كل المواطن حتى اللي الكاسب هو يحتاج هذا تحريك الأموال من خلال نزول الأموال بالموازنة في كل المشاريع. النائب المستقل كاظم الطوقي كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك ولانضمامك إلينا في الحصاد، والشكر الجزيل لكم عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي كنت ضيفا كريما، شكرا لك. إذا مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف الأمني نرحب سوية بضيفنا الكريم في الاستوديو المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة سيادة اللواء تحسين الخفاجي. أهلا بكم سيادة اللواء والله بالخير. أهلا وسهلا بكم أستاذ بشار وتحية لكم ولمشاهدي قناة الأيام. بداية هذه العملية التي وصفت بالمهمة جدا يمكن أكبر وأهم من العمليات السابقة ديالة تصخر ماتوا على صلاح الدين وكركوك ثلاث محافظات ديالة وتصخر ماتوا بديالة وكذلك على كركوك، يعني المساحة متشعبة وواسعة في ما بين هذه المحافظات. طبعا مرة أخرى شكرا لك وشكرا على هذه الاستضافة. مثل ما تفضلت أستاذ بشار عملية مهمة ومعقدة، مهمة بأنه هذه العملية هي تربط ما بين ثلاث محافظات اللي هي ديالة، قيادة عمليات ديالة، قيادة عمليات كركوك وقيادة عمليات صلاح الدين، لأنه كما تعلم الطوز تابعة إلى صلاح الدين. نعم. فهذه العملية جرت في هذه الأماكن المعقدة جغرافيا واللي بالمناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، أي المناطق اللي بيننا وبين الإخوان مع البيشمركة. طبعا هذه العملية هذا محور لازم نفصل به بالحديث. أكيد أكيد. فأستاذ بشار، التنظيمات الإرهابية بعد الضربات اللي تلقتها من سلاح الجو العراقي وخصوصا مديرية الاستخبارات العسكرية بتقديمها معلومات دقيقة عن تواجد هؤلاء الإرهابيين، تمكننا من أن نصل إلى مناطق معقدة جغرافيا، أقصد بها مناطق ما ممكن للقوات الأمنية أن تصلها بسهولة، ما واصل لها قبل ما واصل لها ولا يمكن أن تصلها، لأن أولا مناطق وعرة، مناطق هي عبارة عن استغلال لجغرافية الأرض، ولا يوجد أي سبب أن تصل القوات الأمنية إلى تلك المناطق. نعم. ولكن بعد تواجد الإرهابيين في تلك المناطق أصبح من الضرورة أن نصلها وأصبح من الضرورة أن نستهدف من كان يعتقد بأنه هذه المناطق آمنة. لذلك عملية ضرباتنا الأخيرة اللي وجهناها إلى العدو واختراقنا لتنظيمات العدو وقتلنا، يعني هسه أنا أتحدث عن نسبة هذا العام، طبعا من استلمت الحكومة إلى حد الآن، يعني منذ شهر العاشر وإلى حد نهاية شهر لنقل نيسان، احنا قتلنا اكثر من 155 ارهابي اغلبهم قياديين. نتحدث عن فقط شهر ايار اللي هو اضاف قتلنا الحقيقة 11 ارهابي. لو نتحدث من بداية العام الى حد يومنا هذا الى حد شهر ايار، نتحدث عن قتلنا اكثر من 125 ارهابي. هذا يعتبر نسبة، طبعا هذا فقط في سلاح الجو، ناهيك عن أيضا العمليات الأخرى اللي تقوم بها قواتنا الأمنية كجهاز مكافحة الإرهاب، المخابرات، الأمن الوطني، الحشد الشعبي والجيش العراقي. هذا طيب. يفسر عملية الضغط على هذه المجاميع في تلك المناطق. لذلك كان من الضروري جدا أن نقوم بعملية مشتركة
بيننا وبين الاخوان في البيشمركة، اشتركت بها قطاعات الجيش العراقي، قطاعات وزارة الدفاع، الداخلية، الحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. في هذه العملية برزت عندنا نقطة مهمة. شنو هي النقطة المهمة؟ برزت عندنا نقطة انه المعلومات الاستخبارية اللي قدمت. هذه نقطة مهمة، انت ذكرت هذه مناطق صعبة وعرة ومعقدة ولم تصلها قوات قبلها، إلى أي درجة كان الدور الاستخباري حاضر بهذه العملية؟ أحسنت أستاذ بشار، وهو هذا الحقيقة أهم نقطة في حوارنا لهذا اليوم، أنه كل العمليات العسكرية عندما تجري يجب أن تعتمد على معلومات استخبارية دقيقة. إذا كانت المعلومات الاستخبارية دقيقة معناه أنه أولا إحنا حققنا مبدأ المباغتة، كشفنا العدو، مكننا من إفشال مخططات العدو المستقبلية، وضعنا استراتيجية ورؤية إلى عملنا المستقبلي، وبنفس الوقت أيضا حررنا وطهرنا هذه المناطق من تواجد العدو بها. لذلك أفهم من كلامك عذر المقاطعة سيادة اللواء، لكن أكو توجه أكثر من العمليات السابقة بالسنوات السابقة إلى الاعتماد على العنصر الاستخباري في العمليات والجهد الأمني بشكل عام. يعني أستاذ بشار أنت اليوم مبدأ في مقاطعاتك، وخصوصا في مقارنتك ما بين العمليات السابقة والآن. نعم أكو تطور في العمل الحقيقة القتالي، أكو تطور في استراتيجيتنا ورؤيتنا، وأكو تجدد في هذا العمل. شلون هذا التطور والتجدد؟ لو نقارن هاي العملية أو العمليات اللي حثت في هذا العام مع العمليات الأخرى نرى هناك فرق، فرق في عدد القتلى، فرق في نتائج العمليات، وفرق أيضا في الجهد الاستخباري والأمني. كل ما تطور الجهد الاستخباري والأمني كل ما كانت النتائج مهمة ودقيقة. لذلك إحنا هذا العام رؤيتنا واستراتيجيتنا كقيادة عمليات مشتركة اعتمدت على تطوير الجهد الاستخباري والأمني. طبعا هذا تأكيدا لدور القائد العام اللي أكد على تطور الجهد الاستخباري والأمني، وأكد ضرورة تفعيل هذا الجهد والاستفادة من عنده والاستفادة من موارده خدمة لقواتنا الأمنية. لذلك احنا لو نقارن نتائج هذه العملية بالعمليات السابقة نشوف النتائج متطورة جدا، تدمير اكثر من 43 مضافة سيارة، عجلات، عفوا دراجات نارية. لا قبل ما نتحدث بالنتائج اريدك تحدثني باختصار عن الاهداف، الاهداف الرئيسية خصوصا. أنا سبق وأن ذكرت في بداية كلامي الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. هذه المناطق بها مشاكل هواي، بها مشاكل أكيد. وهذه المشاكل شنو سببها؟ عدم وجود يعني وجود فراغات أمنية، وعدم وجود تبادل رؤية أو تقارب ما بين قواتنا وحرس الإقليم. شنو كان سبب هذا الفراغ في هذه المناطق المشتركة؟ يعني أولا قواتنا في بعض المناطق وقوى حتى حرس الإقليم يعني تكون المسافة بيناتهم أكو 20 أكو 25 كيلو، أكو في بعض الأحيان تصل إلى أكثر من 30 وتصل قد يكون إلى 40 كيلو. هذه مناطق شاسعة، تنظيم الإرهابي عندما يكون عليها ضغط معين وين يأتي؟ يأتي إلى هذه المناطق. أنت تعلم والجميع يعلم بأنه حرس الإقليم والقوات الاتحادية موجودة ومتمركزة، وهناك عمل وتنسيق ورؤية متبادلة، ولكن تواجد هؤلاء في تلك المنطقة يوفر لهم بيئة آمنة. لذلك بعد تقاريرنا الأخيرة والاستخبارية وبعد عملنا المشترك مع الإخوان في إقليم كردستان وتخطيطنا المشترك استطعنا أن ننفذ هذا العام 3 عمليات، يعني هذه العملية الثالثة المشتركة. لذلك نتائجها كانت مهمة جدا، تنسيق عالي، تخطيط عالي، وحدة قيادة وسيطرة. حتى يعني طبعا السيد رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة في تخطيطهم لهذه العملية اللي هي خططت من قبل قيادة العمليات المشتركة ووضعت قدراتها وإمكانياتها من قبل قيادة العمليات المشتركة، ولكن اشتراك رئيس أركان الجيش في إطلاق هذه العملية وتواجده فيها وإشادته بأنه هذه العملية حتى وإن لم تحقق بعض النتائج ولكن هي حققت نتائج، هو يعتبر وحدة قيادة وسيطرة وعمل مشترك وتمرين مشترك. قضية وحدة قواتنا وقوات البيشمركة. طيب قضية وحدة القيادة والسيطرة، قوات مشتركة مختلف عدا القوات الكردية، مختلف الصنف القوات الأمنية داخلية ودفاع وغيرها والاستخبارات مشتركة بهذه والحشد الشعبي. طيب هنا انا ما كان القوة الجوية وطيران جيش، والقوة الجوية ايضا بالتأكيد هي بحاجة الى هذا الاسناد نظرا للظروف. عندنا المدفعية، المشاة، قوات صنوف كثيرة. نعم. ما كان أكو تحدي بإدارة كل هذه القوات مشتركة؟ طبعا جنابك تقول أكو تحدي، ولكن التخطيط السليم والإعداد لهذه العملية قبل اللي هي يسموها الاستحضارات
لهذه العملية يجب أن تعتمد أو يجب أن تغلق كل هذه الثغرات. لذلك عندما أنت تصل إلى وحدة القرار أو الساعة سين اللي هي ساعة انطلاق العملية، يجب أن يكون لديك وحدة في القيادة والسيطرة وأوامر ثابتة، وأيضا توزيع هذه الأوامر والالتزام التام بهذه الأوامر. لذلك إحنا ما عانينا ولم نعاني من هناك يعني تقاطع في المعلومات، تقاطع في وحدة القيادة والسيطرة، تقاطع في إصدار الأوامر، لأنه التخطيط السليم والإصدار السليم والتوقيت السليم هو كان أحد أهم الأمور اللي نجحت هذه العملية. طيب في هذه الحالة إلى أي درجة استجابت القوات الكردية لهذا التنسيق العالي؟ يعني أنت تلاحظ أنه أولاً دعني أوضح لك العلاقة بيننا وبين قوات البيشمركة. طبعاً علاقتنا إحنا والقوات البيشمركة علاقة متطورة جداً، وعلاقة تعتمد على مبدأ العمل المشترك والعمل بروح الفريق الواحد، والهدف الأساسي هو وحدة وسلامة أمن العراق. هذه جانب. الجانب الآخر، هناك تطور في هذه العلاقة، وخصوصاً بعد سلسلة الاجتماعات إذا العام الحالي أو العام الماضي، وهذا التطور انعكس على أداء القوات الأمنية سواء في حرس الإقليم أو في القوات المركزية. انعكاسه من خلال النتائج، يعني تلاحظ جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات الأسايش أو مع قوات البيشمركة يلقي القبض على أحد الأهداف المهمة في السليمانية، في أربيل، في دهوك. الجيش العراقي أو الاستخبارات العسكرية أو جهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني أو المخابرات بالتعاون مع حرس الإقليم يلقون على خلية مهمة أو يفككون خلية مهمة لتنظيم داعش. عمل مشترك، تبادل معلومات مشتركة، وحدة بيانات، قاعدة بيانات. نجحت الحقيقة هذه العلاقة في خلق جو من الثقة، وهذا أهم شيء، جو من الثقة وجو من التعامل والعمل طيب العسكري. حتى وإن كانت هذه العملية تجرى في مناطق تماس مع الإقليم، ما كان أي تحدي أو خلاف بإدارة هذه العملية باعتبار المنطقة تماس مباشر مع الإقليم؟ أبدا كانت سلسلة من الاجتماعات سبقت هذه العملية، وكنا حاضرين هذه الاجتماعات، وكان العمل ودي، وهناك بالعكس هناك مرونة أعطيت سواء من قبل قوات المركز أو قوات حرس الإقليم بمطاردة وملاحقة الأهداف حتى وإن تعدد هذه الخطوط. هناك عمل مشترك، هناك اتفاق، وهذا ما الحقيقة طور إمكانياتنا وقدراتنا العالية. أضف إلى ذلك هذه المناطق في المستقبل سوف تغلق من خلال اللواءين اللي إن شاء الله في حالة إقرار الموازنة راح تأخذ هذين اللواءين المشتركين تلك المناطق، ويكون عمل متطور أكثر وعمل دقيق أكثر في مجال المحافظة على أمن وسلامة سواء المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك أو المحافظة على أمن وسلامة أهدافنا واقتصادنا وبلدنا من المهربين والمخربين وحتى الجريمة المنظمة. طيب هذا بالنسبة للتنسيق في هذه العملية وأغلب العمليات مع القوات الكردية. ماذا عن قوات الحشد الشعبي في هذه العملية؟ يمكن هو مشارك بلواءين، إلى أي درجة في كان؟ في ديالة وفي طوس خرماتو، خصوصا في ديالة وطوس خرماتو، وأيضا حتى في كركوك. يعني نتائج العمليات كانت رائعة ومهمة جدا. النتائج النهائية اللي توصلنا لها احنا قلت لك تدمير اكثر من 43 مضافة على وكر الارهابيين، التدمير 3 انفاق، الاستيلاء على عدد كبير من الاسلحة والدراجات النارية، وكذلك تدمير عجلة كانت ايضا معدة للتفخيخ. ايضا هناك اسلحة ومعدات مختلفة، معلومات مهمة، وهذا أتى عن طريق الشراكة في وحدة القيادة والسيطرة والتقدم بأوامر ثابتة وبخطوات ثابتة، وأيضا بنفس الوقت جهد هندسي رائع كان من خلال اكتشافه لكثير من العبوات الناسفة، وهذا ما أسهم في عدم وجود أي خسائر لقواتنا في هذه العملية، وهذا يعتبر أيضا نجاح ثاني بالإضافة إلى النجاح في الجهد الاستخباري. الله يبارك فيكم. لكن سؤال أخير، بعد نجاح هذه العملية وانتصار كل هذه القوات اللي اشتركت بإنجاح هذه العملية، من سيمسك هذه الأرض بعد تأمينها؟ هذه الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، وتم الاتفاق أنه هناك عمل مشترك وتفتيش لهذه المنطقة، وهناك دوريات وكمائن مشتركة، هناك مراقبة وجهد فني من خلال الكاميرات الحرارية ومن خلال الطائرات المسيرة، واتفقنا على أن يكون عملية تبادل وعملية دائما
ضغط وتمشيط لتلك المناطق، وأن لا نعطي فرصة للعدو بالرجوع مرة ثانية إلى تلك الأماكن، خصوصا بعد مسك خط صد لا يسمح بتواجد العدو في تلك المناطق سواء باتجاه حرس الإقليم أو باتجاه القوات المركز. ناطق باسم قيادة العمليات المشتركة سيادة اللواء تحسين الخفاجي، شكرا لك، كنت ضيفا كريما، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وللقاء في حصاد آخر.